بلشنا من 2017 مستمرين لخدمة هاي العوائل المحرومة. احنا مستمرين كل الأيام، لكن يعتبر شهر رمضان موسم للفريق حب الأمانة. تعرفون شهر رمضان يعتبر شهر فضيل لخدمة هاي الناس، وبالخصوص هذا الشهر يعتبر شهر شوي يختلف عن باقي السنة. اكو عوائل ظروفها الاقتصادية جدا صعبة، ممكن احنا ما نتخيل انه هذا بطل الزيت اللي بكل سهولة اي مواطن ممكن يقتنيه. هاي العوائل من الصعوبة جدا، هذا التمن الباكستاني والاوزبكي وغيره، هذا من الصعوبة انهم هم يتحصلون عليه او يمتلكوه، خصوصا وان هنالك عوائل اصلا ما تمتلك حتى بطاقة تموينية، يعني من وزارة التجارة العراقية حتى ممكن تحصل على هذه المواد. كثير من العوائل اللي ممكن مرت بظروف صعبة، تهجير، نقل من منطقة إلى أخرى، فما تمتلك هاي البطائق. نتمنى يكون واحد يجيب لنا، لان احنا تعبانين، فد مره تعبانين. ذاك اليوم بدي قالت ماما وانا مشتهيه اكل تمره، وخلف الله عليكم على وجابتنا، خلف الله علينا وعليكم وعلى الناس الخير الطيبه. والوجبات زيادة عنا السنة، مع أنه الوضع الاقتصادي مثل ما بتعرف أنه كتير مزري، بس الحمد لله عم يكون في ناس خيرة وعم تساعد. أكيد وضع الناس السنة كان أسوأ، يعني جانا كتير اتصالات من ناس بدهم يستفيدوا من هيدي العينة، بس الحمد لله قد ما فينا عم نغطي عم نقدر نغطي. بيدخلنا السرور والبهجة لقلبنا نحن قبل قلبهم هني، لأنه نحن بنكون عم نعمل شيء عمل إنساني، عم نفرحهم، عم نفطرهم، من كيف دمعة أم وبي مش قادرين يأمنوا الأكل والشرب لأولادهم بشهر رمضان. الآن المتبرعون هنا يأتون إلى هذا المكان في اليوم الواحد، تكلفة الطبخة الواحدة 70,000 شيكل، يعني هذا دليل على الكرم اللامتناهي عند من يأتي إلى هنا. هذه التكية تعمل وبجد، هذا الشعور وهذا ما تراه من الناس الذين يأتون إلى هنا في اليوم الواحد، حوالي 4,000 شخص يستفيدون يوميا في طيلة شهر رمضان. التكلفة في خلال شهر رمضان تتجاوز 1,500,000 شيكل. ظروف صعبة، جتنا قصة الزلزال كان في له وقع كثير مؤلم علينا، يمكن استنزفنا بشكل أو بآخر كمتبرعين كانوا داعمين لنا، ولكن الحمد لله لهلا الأمور بخير، بعض الخير موجود بأهل البلد، بعضهم عم يقدموا لنا. حاليا بكل مطابخنا واصلين 20,000 وجبة. اليوم جيت ندي وجبت الدلالي معايا باش يشوفوا ونحيوا عادات تاع جدودنا، هذه حاجه قديمه باش يشوفوا واش مع توزيعه كومون سا سباس، وقلت لهم باللي اللي ما عندوش يعطوا له الفقراء تاعنا اللي ما عندهمش يعطوا لهم باطل بلا ما يشاركوا، يعني عاده حميده ان شاء الله تكون كل عام وتكون كامل في الشهور اللي مجاورين هنايا، وحاجه مليحه ثاني كايام تاع واشير، انا قريب رمضان ان شاء الله.